جديدة من برنامج بخدمتكم مشاهدينا الكرام. ما زلنا بتجوان بين أقضية محافظة بغداد لأهمية هذه الأقضية والنواحي بتقديم الخدمات للمحافظة بغداد عاصمة العراق. وبكل تأكيد لا ننسى محافظاتنا العزيزة، ولكن العمل وفق الجدول المخطط إليه يكون بهكذا طريقة، نختم قضايانا في بغداد ومن ثم الانتقال إلى المحافظات، وخاصة بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الأخ محمد الشيع السوداني. بالتأكيد راح هناك تكون بادرة جيدة أن تكون وزاراتنا جميعها تفتح أبوابها إلى الإعلام، وأعتقد كانت طروحاتها واضحة في بداية أول مؤتمر صحفي، فتم التوجيه لكل الوزارات بفتح الأبواب أمام الإعلام المهني كما أسماه، ونحن نعتبر أنفسنا بالإعلام المهني كون هذا واقع، أن نتحدث بما هو موجود وأن لا نكيل التهم إلى شخصية أو وزارة بعينها، فقط وفق الأدلة والإثباتات وشكاوى المواطنين ننقلها بكل مهنية إلى أصحاب الشأن. لذا هي بادرة جيدة من دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وأعتقد سوف تفتح لنا آفاق أوسع للتوغل في جميع دوائر الدولة، ولغرض هذا التوغل هو قضاء حوائج الناس في دوائر الدولة. اليوم نحن ضيوف في قضاء قائم مقامية المحمودية، هذا المكان المهم والاستراتيجي الذي يربط بغداد والشمال بمناطق الجنوب والفرات الأوسط. هذا المكان لحيويته وأهميته بالكثير من الأمور، ومن ضمنها الزيارات الدينية وخاصة زيارة الأربعينية والعاشر من محرم الحرام. كثافة الضوء على هذه المنطقة، على هذا القائم مقام، على هذا القضاء هو لأهميته، واليوم نسلط الضوء بكل حيادية لنقل أهمية هذا المكان ومشاكله وما هي الخدمات التي تقدم لأبناء هذا القضاء ولبقية المواطنين العراقيين. اليوم نستقبل أو نكون نحن ضيوف السيد قائم مقام المحمودية الأستاذ جابر الكلابي. رحب بك او رحب بنائك في ترحيب استاذ جابر. الله حياكم الله. حياكم الله. اهلا وسهلا ومرحبا استاذ جابر. يعني انا ليش سميت نفسي اليوم احنا ضيوفك؟ لان دائما ما ننتقل من بغداد الى المحافظات الجنوبيه وفرات الاوسط فنمر بكم، فاليوم احنا نريد نصير ضيوفك وتعلم يعني وتعطينا صوره. يعني اكو بصراحه اكو ضبابيه بالصوره، اريد توضح لنا هذه الصوره عن ما هي صلاحياتكم كقائم مقام في قضاء المحمودية؟ كم عدد النسمات بهذا القضاء؟ نعم، طبعا يزيدنا الشرف استضافتكم ان في هذه القناة المحترمة صوت العراقيين. حقيقة قضاء المحمودية يعتبر من الأقضية المهمة في جنوب بغداد، وهو القضاء الرابط بين العاصمة بغداد والمدن المقدسة ومحافظات الفرات الأوسط. قضاء المحمودية يتراوح تعداد السكاني قرابة الأكثر من 650 ألف نسمة. مركز القضاء والنواحي الثلاث اللي هي ناحية اللطيفية وناحية اليوسفية وناحية الرشيد، إذن النواحي تابعة إلى قضاء المحمودية. من خصوصيات قضاء المحمودية هو القضاء الوحيد اللي يحيط نهر دجلة والفرات، ويسمى بأرض سواد السواد لخصوبة الأرض الموجودة في هذه المنطقة باعتبارها يحتضنها نهري دجلة والفرات. فيما يخص الصلاحيات، القائم مقام صلاحياته هو الإشراف العام على دوائر الدولة ومتابعتها وتفتيشها ورقابتها. كصلاحيات مالية لا توجد لدينا صلاحة مالية ولا توجد لدينا وحدات حسابية، فقط هو تتم العملية كالآتي: القائم مقام يعز لدوائر الدولة بإعداد الخطة السنوية، يعني على سبيل المثال دائرة البلدية عد الخطة السنوية، دائرة المجاري، دائرة الماء، نقوم بإعداد الخطة السنوية نقدمها إلى محافظة بغداد
والمطالبة والمتابعة للحصول على أكثر مشاريع. هذه صلاحياتنا، يعني طبعا صلاحيات القائم مقام على كل دوائر الدولة باستثناء الجيش والقضاء. جميل. يعني أنتم بما معنى ما عندكم يعني ميزانية سنوية؟ لا توجد ميزانية سنوية خاصة بالقضاء. ماكو؟ لا ماكو. شلون بتمشون أعمالكم؟ عندكم موظفين بالتأكيد، عندكم لازم تكون نثرية، لا تمشية أعمال، يعني شراء أثاث كذا، شلون؟ لا توجد حتى نثرية. لا نثرية ولا وحدة حسابية ولا محاسب ولا أي أمور مالية. شلون تمشون عملكم الآن؟ إحنا تابعين إلى محافظة بغداد. أها. أي يعني رواتبنا واحتياجاتنا والخطة، حتى خطة المشاريع ورفض المشاريع وإحالة المشاريع كلها ضمن صلاحيات محافظة بغداد. جيد. اليوم إذا أجوكم ضيوف، يعني ما معقولة يعني ماكو تزاور ما بينكم وبين أقلية أخرى، مدراء وزير يجي يعني تكونوا بضيافته، يعني راح تصفوا من جيبكم بعدين تاخذوا وصولات؟ هو طبعا حقيقة هو كقانون يوجد نثرية خاصة إلى ديوان القائمة المقامية، ولكن انقطعت، يعني صار تقريبا أكثر من 5-6 سنوات أو أكثر يعني من هذا. أي نعم، كل معتمد على نفسه، يعني هو مضيفة يعني. يعني اعتمادك بشكل شخصي. نعم. يعني أنت تستثمر جاهك وأموالك الخاصة. نعم. لكن بعدين تصرف يعني بالتالي؟ ما أعتقد. ما تصرف؟ لا ما أقول. يعني قاضية بس على راتب؟ نعم. أستاذ جابر؟ نعم حقيقة، وكثير من رؤساء الوحدات الإدارية اللي وضعهم المادي ما يساعد حقيقة في مواقف حرجة جدا، حتى وقود العجلات ما يصرف لهم. هذا الخلل وين؟ يعني دائما تعذب الشحة المالية، ماكو موازنة، ماكو فلوس. نعم. ماكو. نعم. كذا. نعم. زين، المشاريع بالتأكيد راح تكون محافظة هي تتبنى قضية المشاريع. طبعا. رافض المشاريع. طبعا طبعا. يعني بعيدا عن هذا الموضوع، بعيدا. نعم. عن شخصكم، بعيدا عن مسؤولية المحافظة. نعم. هذا ما يفتح باب، يعني هسه نسولف بيناتنا، شيل الصبغة الحكومية من يمك. نعم. انت بشكل شخصي. نعم. حتى ما يحال يقول لان هذا حكومة شلون يعجبها الطريقة. نعم. يعني هذا ما يدفع البعض ضعاف النفوس الى استخدام الابتزاز كذا من مدراء، من صاحب مشروع يريد يقيمه في المحمودية او يقيمه مثلا بناحية الزوراء، راح يضطر حتى يسد حاجاته ممكن. ليش هو دائما يصرف؟ يعني حقيقة انا نتحدث عن قضاء المحمودية، ما نتحدث عن بقية يعني يعني مسؤولياتي. الحمد لله، يعني سواء كانوا مدراء نواحي او قائم مقام، الامور يعني ميسوره وماشي الامور طبيعيه. هاي انت عندك. اي. لكن بعض انت وصفتهم بانه في موقف محرج. اي نعم حقيقه، يعني. يعني هذا ما يعني انت مع ان يكون هذا الحل الامثل، لو ان يكون هناك نثريه يغطي المصاريف حتى لا يكون عين على الاخر حتى يسد الاحتياج. المفروض تكون هنالك نثريه، المفروض. المفروض، وكثير يعني اغلب رؤساء الوحدات يعانون من هذا الموضوع بصراحه. وفعلا يعني هذا معاناه غير منطقي. نعم معاناه. بس الحمد لله والشكر احنا بعيدين عن التهم. لا ولانه ما يمنا فلوس. اي صح. ما يمنا فلوس، كل شيء ما عندنا، حتى وحدات حسابيه ما عندنا. كثير من الناس تتوقع انه القائم مقام ومدير الناحيه عنده ميزانيه خاصه ويتصرف فيها وكذا. وانا فاجئتني بصراحه استاذ جابر. لا لا لا. لان انا يقولوا مثلا اللي يدير العمليه كلها بالقائم مقام هو قائم مقام. نعم صحيح. رئيس اعلى وحده. صحيح صحيح. يعني اكيد المشاريع يمه، احاله المشاريع يمه، الوضع كله يمه، بعدين اكتشف لي وانا دم اعرفه من يمك. نعم. المشاريع واحاله المشاريع وتفاصيلها ويمك بالمحافظه. نعم بالمحافظه والوزارات. اذا كان مشروع ولو ما حصلنا من الوزارات شيء بصراحه يعني. كل المشاريع اللي حصلناها قضاء المحمودية هي من المحافظة بصراحة. بس المحافظة اشتغل. بس المحافظة اشتغل. استاذ جابر عطى. محمد جابر عطى، والمحافظين اللي سبقوه يعني. اها. اي للامانة يعني ما حد قصر ويانا، انا بحكي لك عن قضاء المحمودية والحمد لله والشكر، من زمن حسين الطحان ولحد الان يعني محافظ تلو المحافظ. زي. والحمد لله والشكر يعني عندنا احنا يعني الله مكننا من إدارة صحيحة، نقدر طالبنا وحصلنا يعني حصلنا مشاريع بنى تحتية وكثير يعني الحمد لله نعتبر نفسه. راح احكي على المشاريع البنى التحتيه. في سنه من السنوات يمكن اختاروكم كافضل قائم مقاميه في العراق. نعم الحمد لله والشكر. خلال عام 21. 21. نعم. اي تصنيف هذا؟ مؤسسه؟
مؤسسات اعلاميه. اي نعم اختارتكم اختارونا كافضل قائم مقام. ممتاز. واظن يعني منظمه جائزه الكنديه ايضا هم اختارونا كافضل رئيس وحده اداريه. ما شاء الله. اي الحمد لله. هذا شيء يبشر بخير ان شاء الله، والقادم هو افضل ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تصبح يعني ميزانية انفجارية إن شاء الله. هذا المبلغ الكبير إن شاء الله. والدعم راح يكون من رئيس الوزراء بشكل مباشر إن شاء الله. وهو سميت هذه الحكومة حكومة خدمية، فبالتالي راح يكون هو حصة كل المحافظات بما فيها بغداد، والأقضية راح تكون بالخدمات إن شاء الله مؤشرة. هذا أمل العراقيين كلهم إن شاء الله. إن شاء الله نستبشر خير إن شاء الله. إن شاء الله. إذا يعني إذا ماكو ميزانية هنا اكو راح يصير عندكم تشابك بالصلاحيات بينكم بين الدوائر الاخرى؟ لا ماكو اي تشابك. ماكو اي تشابك. وفق القانون القائم مقام هو السلطه التنفيذيه العليا، يشرف على كل دوائر الدوله. فقط اشراف. نعم اشراف ومراقبه وتفتيش. نعم. لك حق ايقاف عمل معين بالنسبه يعني مثلا مشروع معين تبليط، هذا مثلا جيت شفت هاي الشركة اللي دتبلط. نعم. تبليطها سيء، لك حق. هو طبعا اكو لجان هندسية مشرفة. اكو لجان هندسية يسمونها لجان الاشراف. مهندس اختصاص، مجموعة مهندسين اختصاص تعينهم المحافظة يشرفون على العمل، يرفعون تقرير الجنابة. نعم يعني على 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 فقرات العمل، فقرة فقرة. ولكن القانون سمح لنا انه نتدخل، يعني نتدخل بالصغيره والكبيره، يعني شيء ما يعجبنا تعال يا مهندس، تعال يا لجنه اشراف، هذا الشيء غلط، هذا صح، هذا مو صح، تقريركم وينه؟ صارت لكم هيك حالات؟ طبعا كثير حالات. شنو الحالات؟ يعني تم رفض كثير من المشاريع، رفضت كثير من المشاريع، يعني عاد عملها وصلت الى مرحله معينه ورفضت؟ نعم وصلت الى مرحله معينه واللغه انقلعت ورجعت مره ثانيه. شركات معتبره لو شركات يعني خلينا نكون امينيه، يعني شركه من تجي تاخذ مشروع تبليط مثلا الشارع الرئيسي وشارع السوق مثلا. نعم. زين هاي من تجي عملها باخفاق، لكن اكو جهات وراها. نعم. انت شنو هنا؟ قرارك يكون بات بدون رجعه؟ لو هم راح تدخل بالخواطر والمحافظ يقول لك لا تجبر ان تمشي بهذا المشروع وانت الموضوع. والله اتحدث بكل صراحه، يعني عندنا محافظ حقيقه ما يجامل ابدا. الله. اي خطا ما يجام ولا يسام ولا يتقبل الخطا بالتليفون، يعني بالتليفون يتخذ اجراء رغم هو مدعوم حزبيا، بس ايش عندك قرار؟ نعم محافظ. اي طبعا هو القرار الرئيسي له باعتباره هو الطرف الاول مع الطرف. لا يعني ما يجامل الاخر ابدا ابدا ما يجامل. مو معروف الاحزاب والناس التابعين الاحزاب يعني واحد يعني يمشي شغل الاخر يعني. والله الحمد لله. يعني انا ساتحدث لك عن محافظ بغداد محمد جابر عطا، هذا الموضوع بعيد عن الرجل للامانه، يعني لا يجامل لا احزاب ولا غيرها. وايضا اخوك هم معروف عني لا اجامل ولا كذا على حساب المصلحه العامه ابدا. يعني انا حتى في موضوع رفع التجاوزات، هذا الموضوع الشائك المعقد كاتبينه محور. نعم احنا يعني حققنا في فد انجاز بي بصراحه. جيد، بما انه فتحنا رفع التجاوزات، حتى انت يعني لك هاي الخبره الطويله في قائم مقام. نعم. المحموديه بصراحه المحموديه بدنا نشوف احنا من نروح، يعني اكو تجاوزات. نعم. تجاوزات كثيره، كون اول عدد انتم 650 الف نسمه. نعم. همتي هذا الانفجار السكاني، ماكو ابنيه، ماكو بنى تحتيه، فبالتاكيد لابد ان يكون هناك تجاوز. شلون عالجتوها؟ يعني بالنسبه هناك تجاوزات تسمى تجاوزات تجاريه وتجاوزات سكنيه. صح. من بدينا بحمله اعمار، اول ما بدينا بالتجاوزات التجاريه وفرنا مواقع بديله، اسواق تجاريه بديله باسعار زهيده جدا. جميل. وهيئناها من كل الجوانب. يعني يعني مثلا بنينا اسواق شعبيه مخدومه، مجاري وكهرباء ومي واسعار زهيده. هيا سنه؟ عام 2019. ممتاز. عام 2019 احنا بدينا حمله الاعمار، بدايه 2019 بدينا بحمله الاعمار حقيقه، وبدينا ننقل، ما خلينا عذر لاي متجاوز. جميل. انت تريد تكسب، تريد تعيش، هاي اسواق شعبيه تفضل. حلو. وطبعا ما اخفى عليك يعني حصلت لنا يعني مشاكل، ولكن تجاوزناها. وفرتوا لهم هالامكانيه؟ نعم وفرنا اسواق نموذجيه
نموذجيه بشكل يعني بشكل راقي. وين موقعها كان؟ بنص المدينه. نص المدينه. نص المدينه، هناك مواقع تابعه للبلديه. اها. هيئناها ورتبناها وخدمناها، يعني خدمناها من كل الجوانب، حتى الكاميرات، حتى جميل. اي نعم، حتى التهويه، حتى وحولناهم بها. كلها تحولت؟ كلها تحولت. ايش قد صارت الفتره بعد الانتقال مباشره؟ يمكن كلها عزلت عن تجاوزات. والله كان الموضوع معقد شويه، كان صعب جدا. تدري يعني مثل ما تفضلت حضرتك، بس احنا توكلنا بالله. يقول لك هذه مجانا وقطعه ومستقر. بالضبط، لا تجاوزناها هذا المرحله يعني شفت زلناها كلها زلناها. ممتاز. وبعدين توجهنا للتجاوزات السكنيه. يعني اكو تجاوزات سكنيه بقضاء المحموديه صار لاكثر من 50 60 سنه. يمكن اقول لك يعني احنا اعتمدنا التصاميم الاساسيه القديمه. طلعناها يعني عمارات زلناها بصراحه. عمارات، بيوت، عمارة شلتوها؟ نعم، زلنا عمارات وعقارات مبنية صار لعشرات السنين زلناها، وفتحنا الشوارع الرئيسية. المحمودية كلها تشهد بهذا الموضوع. شو؟ اي نعم. يعني بصراحة هذا الموضوع يعني ما حد مسوي بصراحة، ان يزيل عمارات. لا انا اتمنى يعني اسوي لكم جولة بين الماضي والحاضر قضاء المحمودية. الان قضاء المحموديه يعني بفضل الله تعالى، بفضل هاي الحمله اللي قمنا بها، يعتبر قضاء نموذجي. يعني طبعا بعد محتاجين احنا، مو يعني احكي لك بعد عندنا بعض الاحياء بعد ما كامله البنيه التحتيه. وان شاء الله تعالى حصلنا كل الموافقات بهاي الخطه القادمه. جيد. اي راح نبلش بها باشرنا، يعني قسم تباشرنا بها. وين وصلت مراحل التهديد برفع التجاوزات؟ عشائريا اوكي 100% يعني. لا عشائريا بس يعني حصلت لنا مشاكل. اي حصلت لنا مشاكل. ضرر صار للعاملين. وصلت حتى لاقالتي. اقالتك انت؟ اي نعم. وصلت حتى لاقالتي. يعني هاي جهات بما معنى الجهات. طبعا طبعا. متضرره من رفع التجاوز. طبعا طبعا. اي مع الاسف يعني. وما قدروا؟ لا الحمد لله. ما قدروا. قانون فوق الجميع. جميل. نعم، قانون فوق الجميع. وكان دور مشرف لمحكمه القضاء الاداري بهذا الموضوع. اها. نعم. ورجعت شلت التجاوز. نعم، شلت التجاوزات كلها. ظلت مصر على هدفك. مصر وما زلت مصر. لو عيدت الكرة نفس الشيء، ما اتنازل من اجل المصلحة العامة. من اجل المصلحة العامة. يعني في يوم من الايام يعني مسؤول رفيع يعني قال لي اشتغل واقع حال. تمام. اي اشتغل واقع حال. قلت له لا ما اشتغل واقع حال. تحت السقف يعني. نعم اشتغل واقع حال يعني. قلت له لا ما اشتغل واقع حال، اشتغل وفق القانون وما يرضي الله. اكو بعد تجاوزات بالمحموديه؟ لا تجاوزات بسيطه يعني، هذه متحركه يسموها. اي يعني بعض الشغلات بسيطه يعني ما يعني ما تتعارض ويا اعمالنا، واللي تعارض ويا اعمالنا لا نزيله، ما يبقى. ما يبقى ابدا. جميل. ابدا. لو برج والله ازيله. ممتاز. زين، وصلنا لمرحله مهمه. احنا دائما حتى احنا في داخل محافظه بغداد نشكو من قضيه هاي الطسات وعدم وجود اكساء حقيقي. ممكن يسوون اكساء ورا فتره من واحده ينقلع الاكساء، يعني بس الضربه الشمس شويه تمطر الدنيا يقفى على قولته. نعم. وين وصلتوا مرحله الاكساء؟ ايش قد كانت النسبه قبل فتره والان ايش قد؟ قضاء المحموديه كانت رابوه. صحيح. بدينا به من الصفر. صح. يا سنه بديتوا به من الصفر؟ بدينا به من زمن حسين الطحان. هو اول من وضع قبل 18 سنه يعني بدينا عام 2006 مو؟ لا العفو 2009 9 وضعنا حجر الاساس لاول مشروع مجاري واكبر مشروع مجاري على مستوى محافظه بغداد. ممتاز. في زمن حسين الطحان، ومن عندها بدينا النجاح بصراحه. عام 2013 اكملنا مشروع المجاري، كان باعتبار مشروع كبير جدا. ومشروع ناجح يعني. يعني افتتح بال 2013؟ نعم. افتتح؟ نعم افتتح. بس هو مفعل يعني. نعم فعال. فعلوا من المشاريع اللي ناجحه بدرجه 100%. افضل مشروع مجاري وافضل شركه عملت به، شركه عراقيه. الله. نعم. زين يعني هسه انتم تنظر الدنيا كذا ما يصير عندكم طفح. لا ابدا 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 على هاي السنين اللي راحت كلها، حتى قبل ما نبلط. يعني فاتت سنه، كم سنه فاتت قبل ما نبلط؟ صارت الشحه الماليه، توقفنا كملنا المجاري توقفنا بسبب الشحه الماليه. أي. رغم الاطيان، رغم المشروع يعني المجاري شغال والحمد لله، هسه بلطنا المدينه كلها تقريبا. شنو كانت من المواصفات لهذا المشروع الضخم يعني؟
يعني قطر الانبوب مواصفات فنيه مدروسه استراتيجيا لمده 30 سنه قادمه او 35 سنه قادمه. نعم. ايش قد كلف المشروع في وقتها؟ كانت الكلفه حقيقه يعني ما اتذكر المبلغ بالضبط، اعتقد يعني الرقم مو على بالي. اها جيد. على العموم لكن نفذ. نعم نفذ. بايادي عراقيه. بايادي عراقيه. نعم. ولحد الان ماكو اي اشكاليه على هذا المشروع. اي اشكال ماكو. يعني بعض الاشكالات صارت بسبب الاعمار اللي صار، تدري بناء او قلع او اكيد استعدادات يعني. اي يعني اي بس مو المشروع الرئيسي يبي استعدادات. كمشروع رئيسي انا اعتقد بتقديري افضل مشروع مجاري على مستوى العراق. ممتاز. اي نعم. جميل. شركه السيد عدنان من رجل من اهالي الكوت، هذا المقاول الشريف النزيه المخلص بعمله. ما زال يعمل؟ وما زال يعمل، واتمنى اتمنى كل المحافظات، كل المؤسسات، كل الوزارات اللي عندها يعني يعني مشروع بهالمجال هذا تعتمد هاي الشركه. ممتاز. نعم. جيد، احنا اللي يقدم خير احنا نرحب به اكيد، واحنا ندعمه من هذا المكان وفي كل مكان ان شاء الله. يعني الان قضاء المحموديه كله اكساء بالكامل؟ بالكامل الا بعض الاحياء تقريبا. ارياف لو؟ لا لا، مركز مدينه بلدياتي. أه. هذه كان خطا بوضع التصميم الاساسي، يعني شلون تقول يعني طافرات احياء جديده وطافرات. الان دخلنا بالخطه الجديده، ايضا حصلنا لهم شبكه مجاري وشبكه مي وتبليط. ها بعدكم يعني ما مخدومه كامله؟ ما مخدومات، هذا عندنا حيا. مستحدثه؟ مستحدثه. يعني من يا سنه استحدثت؟ يعني هن يعني نقول صار يعني قبيل ال 2003 يعني 2003. يعني مهم صار يعني 20 سنه. اي 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 بس اكو احياء عتيقه يعني. على العموم هسه ندخل ان شاء الله بالخطه، الخطه العن قريب ان شاء الله نباشر به يعني. يا سنه على هاي السنه؟ على هاي السنه ان شاء الله. يا هم الاحياء اسماء حي العداله. حي العداله. البحث والتطوير. ومن ضمنها حي الصحفيين والهذن تابعة البحث والتطوير. اي أيوه. وحي الهادي. ايش قد اعداد السكان اللي بيها؟ يعني هو بيها سكان اكيد بنسبه 80%. طبعا مناطق مسكونه. اي لا مناطق مسكونه. اي يعني ايش قد اعدادهم تقريبا؟ ما اعرف اعداد كاحياء يعني. يعني بس تحتاج فعلا خدمات يعني. نعم محتاجه خدمات فعلا. حقيقه السيد المحافظ مهتم بهذا الموضوع، والرجل قام يعني بالاجراءات كلها وحصلنا الحمد لله والشكر. اكو ميزانيه حصلت؟ الاموال نعم جاهزه؟ نعم نعم. شركات حددت؟ نعم نعم. ان شاء الله ضمن برنامج الامن الغذائي يعني طبعا. ها من ضمن الامن الغذائي. أي نعم. استلمتوا المبالغ من الامن الغذائي؟ لا احنا ما نستلم مبالغ يعني كمحافظه يعني. ما اعرف يعني حقيقه. انا علي انا عليه طالب. على علي فلوس. انا علي اريد مشاريع. اي اريد مشاريع. هاي تعبتم من المطالبات؟ اي والله تعبنا. مو سهله جدا. مو سهله حقيقه. يعني من تجيب مشروع مو سهل. طبعا مو سهل. ابدا مو سهل. لان مو بس انت يمكن 12 وحده مو عندكم 12 قام مقام او مديريه. اي اي نعم. يعني كلها مطالب مثلك. طبعا كلها طالب مثلي. بس احنا الله وفقنا حصلنا مالاتنا. الظاهر علاقتك قويه. نرجع على موضوع جدا مهم، احنا بدينا استهلينا حديثنا في بدايه الحلقه حول طريق المشاريع. نعم. فانتم يعني كل وين يا بابا راح تلتقي؟ والله بالمحموديه اليوم ابات. نعم. وين تروح؟ والله على المحموديه وبنا كتب بالكربلاء، فكل الشمال والوسطى باتجاه المحموديه، وكثير من زوار الاجانب ايضا من يجي على مطار بغداد ومن ثم ينطلق باتجاه كربلاء المقدسه، فبالتالي يزور اهم منطقه اللي دائما ما يكون سواد الليل يكون يعني يجثو هذا الشخص الزائر في هذا المكان. هل يعني سيد قائم مقام يعتبر المحمودية قضاء المحمودية خير مثال لواجهة العراق في استقبال زوار أبا عبد الله الحسين؟ يعني حقيقة سلام الله على أبا عبد الله الحسين، حقيقة المحمودية لها تاريخ بهذا الموضوع. المحمودية تعتبر محط رحال منذ عشرات السنين. المحمودية كانت اسمها الخان، كان اسمها الخان يعني قبل عشرات السنين، محط رحال من يعني من تلك الاعوام. وبعدين تطور اسمها صار خان المحموديه، وبعدين مرور الزمن صارت قضاء المحموديه. المحموديه طول ايام السنه ما تفرغ من المواكب ولحد الان. ولحد الان انا هسه جيت قناتكم المحترمه وانا الطريق سلمت على المواكب ناصبين مواكب على طول ايام السنه.
ناس مضيافين. نعم صح، على طول ايام السنه الله سبحانه وتعالى منع الاهالي المحموديه بهاي الكرامه والفضيله يعني بصراحه. على طول ايام هنيئاً. وخاصه ايام عاشوراء لا الحاله تختلف تماما. وبالمناسبه السنه والشيعه تخدم. بالتاكيد. مواكب سنيه وشيعيه. صحيح. اي. الكل تخدم. زين يعني هل 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 الخدمات المقدمه الحكوميه ترتقي الى هكذا ميزه؟ حقيقه احنا هسه نحكي على مواكب خدمات اهليه، ناس متطوعين يقدمون خدمه. نعم. لكن دا احكي على الخدمه الحكوميه، شنو تقدر تقدمه الحكومه المحليه الى زوار ابو عبد الله الحسين؟ حقيقه يعني هذا الموضوع يعني ما اعرف شلون اعبر عنه، يعني بالنسبه لكل اصحاب المواكب معتمدين على نفسهم. بالتاكيد. طبعا كل محافظات العراق هذا اقولها، اتفق وياك. نعم، معتمدين على نفسهم. بس اللي مطلوب من الحكومه حقيقه توفير الطرق المناسبه. احسنت. توفير المسالك والطرق المناسبه لهاي العمليه. احنا طبعا حصلنا على مبنى مدينه الزائرين بصراحه، ولو الان حولناه الى مدرسه بصراحه. وبالنسبه للحكومه المحليه انا احكي لك عن بغداد، محافظه بغداد عندها موكب حاله حال المواكب الاخرى يعني تخدم اثناء الزياره. ونقدر انه نوفر يعني اكثر من حوضيات الماء يعني مو اكثر من هذا. زين. اما البقيه لا، معتمد الناس على نفسها بصراحه. صح، حوليات كذا طرق النيسميه ما فتحتوه؟ لا ما فتحت. ما فتحتوه، ما عندكم مشروع قادم لتذليل العقبات امام المواطنين او امام الزائرين؟ الان اعتقد يعني الان الحمد لله والشكر بدينا، واعتقد هذا يخدم الزوار. هو تطوير مداخل بغداد خاصه المدخل الجنوبي يعني اللي هو المحموديه، يعني يبدا من شلون وصلنا ست استاذ نسبة الانجاز؟ اي بوابة بغداد بدايات بسيطة. إيه. بداية بسيطة جدا يعني. إيه حتى بقية المداخل اي بداية بسيطة. واحنا يعني غدا عندنا اجتماع بالامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص. جميل. الخمسة من خمس الاقضية يعني. اها. اي نعم نناقش موضوع هذا الموضوع. جميل. المداخل يعني. هذا المشروع اذا الله تمم علينا واكتمل المشروع يخدم الزوار بطبيعة الحال. نعم. واحنا دائما نشوف خط الناقل ما بين المحموديه والمحافظات فرات الاوسط هو خط واحد، شارع واحد، وما ماتين في بعض الاحيان تقول مترهل. كان عندكم الحولي. نعم. الموجود. نعم. لكن هاي التخسفات اللي صارت الناس ما قام يعني سبب الشاحنات اللي قاعد تعبر عليه. شنو صار على الحولي هذا؟ ما صار عليه تأثير. الحولي هو احد مشاريع محافظه بغداد، طبعا هو عائديته وزاره الاسكان والاعمار. أه. مديريه طرق المرور السريع. بس احنا اشتغلنا يعني في جهد المحافظه. جهد المحافظه. نعم، جهد المحافظه في زمن معين الكاظم الرجل في وقتها صوت لي على هذا المشروع. أه. وبعض المشاريع كان هو رئيس مجلس محافظه، وكان المحافظ حسين الطحان. من ذاك الوقت انشاناه وبنيناه وكملناه وسلمناه لوزاره الاسكان والاعمار. هو مو واجبكم، واجب الاسكان والاعمار. لا هو المحافظه مسؤول على كل دوائر الدوله. زي. بس المفروض من ننجز مشروع مثلا طريق لازم الوزاره المعنيه التابعه. اي صح. تبقى التابعه، سوى لها صيانه، بنينا مدرسه مثلا سلمناها للتربيه، المفروض التربيه تبقى تتابعها وسوى لها صيانه وكذا. أه. بنينا مثلا مركز صحي بقى على وزاره الصحه تبقى تتابع ورانا. احنا نبني ونسلم مفتاح. واضح يعني. نعم. الادامه والمتابعه الجهه المستفيده. المفروض على الوزاره. ولكن حقيقه تاخرت وزاره الاسكان والعمار بصيانه هذا المشروع وصارت بحوادث مؤسفه للاسف. اي والله. صح. مع الاسف يعني موضوع كلش حيوي طبعا. يعني انا صار تقريبا اربع خمس سنوات مليت من المخاطبات والمراسلات والمطالبه بالصيانه. هسه باشروا السنه يعني بصراحه. باشروا. لكن هي للاسف بعد ايش يعني بعد ما انهار يعني. هو طبعا محتاج الى توسعه فعلا على هذا الكثافه من السيارات، يريد توسع يعني راده فد اقل شيء 3 امتار من كل جهه يعني. اها. اي نعم فعلا حتى يصير اكثر من سايد. احسنت. جيد. يعني هذا شيء ايجابي بان انتم يعني تاخذ المشروع تكمل المشروع وتسلم الجهه المستفيده. نعم. هذا راح يحيينا على موضوع يعني انت من دار الضيافه للزائرين مدينه الزائرين حولتها الى مدرسه، اذا انت في حاجه ماسه الى المدارس. نعم. التربيه ساعدتكم ببناء المدارس، ايش قد حاجتكم بالمدارس؟ ليش حولتوا هاي دار الضيافه الى مدرسه؟
شنو الإشكالية في بناء المدارس؟ طبعا لحد الآن وزارة التربية ما بنت ولا مدرسة. لا لا يعني ولا مدرسة؟ ولا مدرسة. بالقضاء عندكم؟ بالقضاء. ما تبرعت ما قالت يا بهذا مشروع؟ لا 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 أخذت مدرستين على عاتقها مدرستين مدرسة البحيرة وابن العوام. هذا الشيء اللي قبل سنين يعني. يعني صار لنا 10 سنين تقريبا على عاتقهم وبقى صارت مشكله بينهم وبين الشركه المنفذه والشركه المنفذه هم تابعه لوزاره الاسكان والاعمار وظلت على حطتهم فلشون وعافتهم فلشون المدرسه القديمه انا اضطريت احولهم مدينه الزائرين خليتها لهم مدرسه لحين اكمال المدرسه وبعدين ما كملوها لا خلونا احنا محافظه نكملها ولا هم كملوها عجيبه اي بس الحمد لله والشكر انا احكي لك عن موضوع المدارس احنا لحد الان بانين اكثر من 60 مدرسه 60 مدرسه خلال خدمتنا هاي السنوات اكثر من 60 مدرسه يعني من غير الاضافات خلال قبض لو لا على المحافظه على المحافظه نعم على المحافظه احكي لك في عموم يعني القضاء والنواحي الان احنا مستمرين ببناء المدارس هسه الان عندي يعني بمركز القضاء عندي بناء مستمرين بحدود اكثر من 12 مدرسه ممتاز هسه مستمرين بالبناء متى يكون افتتاحها قسم نعتها كملة سلمناها للتربية جيد وقسم نعتها قيد الإنشاء وإضافة حصتنا من المدارس الصينية الاتفاقية الصينية هم عدنا بها حصلنا عدد من عدتين جميل ومستمر يعني احنا أيضا الأولى القضاء الأول بناء المدارس ما شاء الله يعني لحد أكو مزدوج عندكم لو أكو مزدوج أكو مزدوج أكو كثافة سكانية المحمودية 650 ألف يعني أكو عندي هسه يعني حقيقة خاصة الأرياف عندي شوي بها يعني الخطة القادمة عندنا التفاتة تكون اكو مدارس صينية عندكم؟ نعم مدارس صينية؟ اي نعم عندنا واحنا بنقول 21 اي طينية؟ اي لا عفوا طينية ما عندنا ما عندكم لا بس عندنا كرفانات ينعم الله سعد نعم طينية ما كل شيء لا طينية ما عندنا بس عندنا كرفانات اي وحالة حقيقة موضوع الكرفانات ما يختلف الجزء الطينية احسن من الكرفانات ليش؟ حرارة الصيف حرارة الصيف بصراحة يعني أنا يعني ألتمس من خلال قناتكم الموقرة يعني التفاتة من الحكومة من دولة رئيس الوزراء التفاتة لهذه الوزارة المهمة اللي هي بناء الإنسان موضوع المدارس محتاجين مدارس حقيقة يمتى تكتفون من المدارس وين أصبح دوام غير مزدوج الراد بعد هواي ايش قد كم مدرسه محتاجين؟ يعني اقل تقدير اقول يعني يحتاج لنا بال 30 40 مدرسه 30 40 مدرسه اقل تقدير يعني من عدد جاهزات اللي هسه راح يكون جاهزات نعم بالطريقه نعم ايش قد اخذتوا الاتفاقيه الصينيه؟ تدري انت ما شاء الله العراقيات ولادات اكيد اي لا وخليكم راحوا مو قليلين شهداء الحشد والقوات الامنيه فخلونا يعني يتم تعويض الشباب اللي حسنت راحت حسن الله عليك يعني ايش قد اخذتوا من العمل مع الاتفاقيه العراقيه الصينيه؟ كم مدرسه؟ احنا اخذنا خمس مدارس نعم هم ما تكفي يعني لا ما تكفي نريد بعض قابلتوا رئيس الوزراء وبعدكم ك يعني مسؤولين بالمحافظه ان شاء الله نتامل ان يكون لنا لقاء ويا دوله رئيس وزراء انتم بالميدان صراحة طبعا الناس اللي بالميدان هم اللي يستحقون طبعا ان يشاهدوا ويسمعوا بالفعل كلام. مثل ما تفضلت جنابك الكريم الرئيس الوحدة الإداري هو المتصدي الأول صح هو كل المشاكل بوجهه اي ان شاء الله اتمنى ان يكون لقاء قريب مثمر لقاء احنا نبحث إن ليس فقط هو اللقاء أمنا كبير. بل لقاء مثمر ومنتج ان شاء الله أمنا كبير ان شاء الله عندك الطرق الريفيه ما لحد الان ما مبلطه؟ لا الحمد لله والشكر يعني احنا بلطنا نقدر نقول نسبه 90% من الطرق الريفيه ممتاز نعم ريفيه نعم احنا ايضا الاول على العراق ما شاء الله اي نعم جيد. وما زلنا مستمرين بالتبليط يعني هسه هذول الناس خطير من تمطر الدنيا اكو تبليط الا ما ندر يعني الا الان الان احنا بنبلط يعني مستمرين الان بالتبليط زين ايش قد المساحه؟ يعني المسافه عفوا من مركز المدينه باتجاه الريف ابعد منطقه ريفيه عندكم بالمحموديه ماكو تعيين يعني احنا حدودنا من الفلوجه ريف لحد الصويره نعم للصويره ايه وحدودنا من بابل من دجله للفرات يعني مساحه هاي طبعا اي يعني الان انا اقول لك الان المسافر يطلع الطرق الريفيه
يجي من ابو غريب او من الفلوجه يوصل الصويره على تبليط. ممتاز. الان ما الصويره؟ نعم من حدودنا من هناك. اي اي بلي بلي. الان يعني الا ما ندر ماكو معلم او معلمه يطلع من بيته يروح المدرسه ترابيه، يروح يرجع على التبليط. جميل والله. اي بقت عندنا كم مدرسه الان دي نشتغل بطرقهم. يعني حلوه هاي يعني بصراحه يعني انا قلت انا هذا السؤال وضعته لك حتى اعرف بالمناطق الريفيه دائما ما يكون اخر تفكير المسؤوليه بالمناطق. لا لا حقيقه أمانة يعني. حقيقه حقيقه وضعنا خطتنا السنويه الريف حال حال المدينه، ما يحتاج الريف تحتاج المدينه. ممتاز، شيء ايجابي ويحسب لكم. شكرا لك طبعا لله. على هذا الجهد الكبير الحمد بصراحه الحمد لله. يحسب لكم بانه تقدم الخدمات لاخر يعني خب المدرسه واضحه مو شغلكم يعني المدرسه انتم المفروض اكو اموال تصرف وانت تقول انا ما عندي صلاحيه ان انا اصرف دينار واحد يعني إيه؟ بس ان تقدم الخدمه وان تكسى شوارع لارياف بهذه المساحه الكبيره بارك الله بك الحمد لله شيء ايجابي. القطاع الصحي القطاع الصحي طبعا بالنسبه للوزاره هم ما قدمت اي شيء على مدى هاي السنين الصحة. نعم كل شيء ما مقدمه بس قدرنا نقدم. انا احكي لك عن مركز قضاء المحموديه، بنينا مركز تقويم الاسنان، مركز متطور جدا، بناء طابوق لو بناء طابوق لا لا بناء طابوق بناء يعني بنايه محترمه. والان بدينا يعني حتى سوينا بمعهد معهد تمريض ايضا داخل المركز، وايضا جهزناه بارقى انواع الاجهزه الالمانيه، اجهزه متطوره جدا اختصاص اسنان، وسلمناه لوزاره الصحه، ونتامل من وزاره الصحه ان تقوم مهمتها الحقيقيه. يعني احنا بنينا احنا كمحافظه بنينا وجهزنا اجهزه ومستلزمات وسلمناهم المفتاح. عندكم مستشفى؟ عندنا مستشفى. مستشفى المحموديه العام. شلون الخدمات؟ مستشفى المحموديه العام مستشفى قديم. قديم جدا كبنايه قديمه كبناية. جدا والاجهزه يعني اكو بها اجهزه حديثه ولكن حقيقه يعاني من الدعم يعني يعاني من الدعم الوزاري بصراحه. بس ايش يعني كمستشفى هم كاداره مستشفى يعملون ضمن الامكانيات الموجوده المتاحه صحيح. لهم يعني احنا كمحافظه بنينا طورنا بنينا العياده الخارجيه الاستشاريه جميل بنايه حديثه وبنايه يعني طوارئ توفي بالغراض وطوارئ احنا بنا كمحافظه. اما كوزاره لا لحد الان ما احنا سردنا الوزاره يعني ديمومه بعض الاشياء يعني نريد يعني هاي المستشفى هاي تريد اشياء بصراحه يعني ما يحتاجك مستشفى اخر بس ادامه هذا المستشفى. لا طبعا احنا محتاجين مستشفى بصراحه ككثافه سكانيه. ايوه ده اطالب أنا إذا أطالب الحكومة بإنشاء مستشفى يناسب الكثافة السكانية القضاء المحمودية وبنفس الوقت يناسب الطرق المهمة اللي تمر القضاء المحمودية فهم. حوادث مرور وغيرها وكذا طرق المرور السريع وطريق الدويلي كلها تمر بالمحمودية هذه بالضبط. إيه بالأقضية والنواحي أستاذ جابر أكو مستوصفات يعني المفروض تكون أكو موجودة؟ موجودة بس مو يعني مو بالمستوى المطلوب مو حقيقة يعني مستوى يعني متراجع يعني أول. فقط الحالات الطوارئ المستعجلة نعم ممكن نعم تعالج اي نعم نعم ومن ثم التحويل وهم مو بذيك الكفاءة الكفاءة بصراحة يعني ما اجتكم منظمة سعادة او في الحكومة منظمة تبرعت ان تبني لكم مستشفى تبني لكم عيادة شعبية هم ما صار فيش تعاون حتى المنظمة اللي تريد تلقى قدامها عوائق كثيرة اي صح اي ما يطلبون المساحة الكافية اي نعم نعم الان هسه الان اكو منظمه انسانيه عالميه تريد تبني مستشفى بس تعال هاي شلون يعني احنا انا دائما اقول القائم مقام مادي ده هالشكل صح اي مكسب يجيني يخدم ناسي يخدم اهلي صحيح انا ابصم بيه بالعشره وفق الشرعيه طبعا وفق الشرعيه والقانون منظمه انسانيه حكومه منين مكان يجي لا ان شاء الله انا دا اشوف اكو جد بعمل هاي الحكومه يعني هسه هو حسب الحديث احنا الاعلاميين بدنا نسمع اكون جديه حقيقيه بان تكون هاي الحكومه خدميه احنا راح نكون مراقبين نتابع ونشخص الاخطاء
وندفع باتجاه تقديم الخدمات للناس ان شاء الله. اذا كانت جديه فترفع لها القبعه، وان لم تكن جديه فنكون بالضد منها بكل تاكيد. حقيقه يعني اكو تفاؤل بالشارع العراقي بهاي الفتره، هذا ما منحوف ان شاء الله، وكل احنا متفائلين بعون الله تعالى. يلا نقول ان شاء الله خير. اخر شيء حتى نختم وياك استاذ جابر، واحنا اتعبناك شوي من الاسئله، قضيه الافراز، افراز القطع الاراضي، شنو الموضوع صار؟ يعني بالنسبه لقضاء المحموديه حصلنا عن احنا على مشروع تحديث التصميم الاساسي الجديد لمركز قضاء المحموديه للبلديه، وتوسعت حدود البلديه اكيد. بس حقيقه اكو تلكؤ من قبل الوزاره بالافرازات. وزاره البلديات؟ طبعا. يعني هسه المفروض تكون يعني افرازات، تكون تنفرز هاي المساحات اللي توسعت، تكون تنفرز وتسمى. هي مو ضمن الرقعه الجغرافيه مالتكم، فهي ملككم. لو ملك وزارة البلديات؟ لا، هي يعني هي ملك البلديات، يعني هو هذا يعني كل وزارة لها أملاك. صح. احنا كقائم مقام احنا اشراف العام على كل هاي الوزارة. اي هالشكل يعني. وكل وزارة لها فرع، يعني وزارة البلديات لها فرع البلدية بالمحمودية. والبلدية عندها صلاحيات محدودة طبعا، هي فعلا. موجودة. الصلاحيات موجودة عند الوزارة. صح. موضوع الافرازات المفروض تعجل به، لأنه هو اكو استحقاقات، شهداء، عسكريين، ضباط، معوقين، جرحى، كل القطاعات فعلا. كل القطاعات الاستحقاقات، قطع سكنيه، بس موضوع لحد الان ماكو. نعم، لحد الان ماكو. والمحموديه الحمد لله وشكر، يعني تدري عليها اقبال، هي اكثر الاقضي عليها اقبال. صح، لان قريبه على بغداد. نعم نعم، قربها من بغداد. صحيح. اي، على العموم انا اشكر، شاكر كل جهدك، شاكر كل عملك الدؤوب. يعني امانه افرحتني في بعض المحطات، كانت عندي تساؤلات كثيره فيها، لكن تعجبتني بشكل ملخص مكثف وبإنجاز، خاصة بقت عالقة في ذهني قضية الأرياف والطرق المؤدية للأرياف، وهذا خاصة كيلوات من الطريق. نعم. والكثير يهمل، يقول لك هي بالأرياف، أوفهم، هم يمشون بالطين يرجعون بالطين. مرات أهل المدينة يزعلون علينا بهذا الموضوع. فعلا. إيه صحيح صحيح، أمانة. فهذا يحسب لكم أنتم بصراحة. شكرا جزيلا أستاذ جابر كلاب، قائم مقام قضاء المحمود، شكرا لحضورك. شكرا. وعلى السفر، وان شاء الله ترجع سالم من اهلك. شكرا جزيلا. لمشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه نعيد ونكرر الشكر والتقدير للاستاذ جابر الكلابي، قائم مقام قضاء المحموديه، على اتاحه هذه الفرصه وهذه التساؤلات والاجابات على بعض التساؤلات التي تكمن بكل تاكيد في داخل اي مواطن، ان كان من قضاء المحموديه وان كان من بقيه المحافظات. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وانا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. في امان الله.